بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق 25 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كؤوس شركة STC البحرين، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية سباق الخيل بمنطقة الرفة بالصغيرة. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس شركة STC، حيث قام الشيخ زياد بن فيصل الخليفة رئيس الشؤون الحكومية بشركة STC بتقديم كأس البحرين الذهبي إلى حسين العفو، كما قدم كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى المضمر الفائز آلان سميث، وكأس الشوط الرابع إلى مساعد المضمر الفائز محمد حيدر. فيما قام السيد فهد العويني نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة STC بتقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وكأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز محمد سرحان، فيما قدم السيد عمران أسلم رئيس قطاع الاستراتيجية كأس الشوط الثالث إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة، فيما قدم السيد أحمد الجودر رئيس العمليات المالية كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة. كما قام مسؤولو شركة STC بتقديم الجوائز المخصصة للجمهور التي تم السحب عليها خلال السباق هذا، وقد اشتمل السباق على 8 أشواط.